بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى المسلمين كلهم أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل أسهل وأسرع تحلية تعمليها لسهرة العيد بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير وقت ولا مجهود ولا فرن ولا أي حاجة، كله على البارد. هنعمل كيك الجيلي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، إن شاء الله تعجبك جدا. طبعا هنا عندي أنواع من الجيلي، شوفي بقى انت بتحب اي نكهة ايه واستخدميها. ودي طبعا القوالب اللي هستخدمها، ده القالب العادي وده القالب السيليكون اللي انت بتفضليه. طبعا لو استخدمتي السيليكون بيبقى سهل جدا في القلب الحاجة. يلا بينا بقى عشان نعمل اول حاجة الجيلي بتاعنا. طبعا هنا كيس الجيلي بيبقى محتاج كوبايتين من المية، انا صراحة بستخدم كوباية واحدة عشان انا عاوزة اللون بيبقى مركز معايا والطعم كمان. فطبعا هنا استخدمت كوباية واحدة، ولازم تكون دافية عشان تديكي نتيجة حلوة وتدوب معاك الجيلي بكل سهولة. طبعا بقى انت استخدمي اي نكهة انت بتفضليها، او ابدأي باي حاجة، او اعمليها كلها بلون واحد اللي انت شايفاه. طبعا الاطعمة دي عندي، فانا حبيت اعمل تشكيلة حلوة عشان ابهر اطفالي في العيد الحلو ده. طبعا هنا الناس اللي حابة الجيلي بيكونش فيه مزازة عالية ممكن تستخدم معلقة سكر هتظبط معاك القوام. طبعا هنا فضيت عبوة ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من السكر وكوباية من المية. حجم الكوباية دي 200 ملي، وده موجود عندنا كلنا نفس الحجم ده. طبعا هنا بقى جبت العبوة بتاعتي او القالب اللي حط فيه وحطيته فيه وصبيته وسبته يهدى شوية. اهم حاجة سيبيه يهدى شوية قبل ما تدخليه التلاجة. طبعا بقى انا بحاول احطه على طبق عشان لما اجي احركه انا عاوز الشكل يطلع معايا مظبوط. احطه بقى واسيبه يرتاح شويه وادخله في التلاجة. انا ما بدخلوش الفريزر، هو ساعه واحده وهتلاقيه جمد معاكي. طبعا بقى هاجي اعمل كمان شكل او طعم تاني. انت ممكن زي ما قلت لحضرتك ممكن تستخدمي كله بطعم واحد او بشكل واحد، انا صراحة حبيت اغير وشفت شكلها كانت تحفة بجد. عملت اكتر من طعم، بدل ما اعمل الكيسين في شكل واحد لا انا حبيت اغير واعمل كل طبقة بشكل بتديني شكل حلو جدا. طبعا بقى بعد ما طلعت كده من التلاجة شكلها قوامها اتظبط. اوعي تحطي عليها لما تكون متماسكة زي كده، وطبعا اوعي تحطي الجيلي هو لسه سخن، هتسيبيه يهدى شوية عشان ما يسيحلكيش الطبقة اللي فاتت. سيبيه يهدى 10 دقايق وبعدين تصبيه، عشان خلي بالك من الحتة دي عشان متلخبطيش وتحطيه ولسه سخن هيبوظلك الشكل او الاتنين هيخشوا على بعض. طبعا بقى رحت وديتهم التلاجة، وجيبها هنا لاخر شكلين او اخر طعمين عندي، انت بقى اختاري اللي انت بتحبيه. هنا استخدمت كيسين في اخر طبقه عشان انا هعمل طبقه تكون محترمه كويسه عشان تديني شكل للتورته او كيكه الجيلي بتاعتي. طبعا فضيت بقى هنا كيسين من الجيلي، وطبعا هستخدم كوبايتين ميه. طبعا هنا انا بستخدم كوبايه واحده على الكيس عشان تديني لون حلو للجيلي بتاعي. طبعا هنا بقى انا هستخدم هنا كوباية مية سخنة وكوباية مية باردة، ما استخدمش الاتنين سخنين عشان انا عاوزة الجيلي بتاعي ده يبرد بطريقة بسرعة يعني. فاستخدمت كوباية سخنة وكوباية باردة وسبتهم بقى على جنب وسبته يهدى عشان احضر الطبقة الاخيرة لكيكة الجيلي بتاعتي. طبعا عندي هنا كوباية من الكريم جانتي الخام، وحطيت عليها ربع كوبايه من السكر البودر. وطبعا هنا لو عايزه تزودي السكر حسب رغبتك، انا حاطه كميه معقوله جدا. وعندي كوبايه من اللبن الساقع، انا طبعا بحط اللبن تدريجيا عشان اشوف القوام الاول، لو لقيته لسه تقيل هزود، لو لقيته اتظبط ما احطش تاني. خلي بالك عشان في ناس بتعمل مره واحده بتحط الماده السائله مره واحده وبيبقى كريم جانتي بتاعها خفيف وكده بتبقاش عارفه تعمل ايه. لا حطي الكميه السائله كميه حاجه في حاجه لغاية ما تظبط معاكي، اضمن ليكي بدل ما تعملي الكمية وتطلع خفيفة معاكي. طبعا انا نزلت بقى الكوباية كلها، لقيتها قوامها كده مظبوط جدا، وهقلب كده واضرب لغاية ما اوصل للقوام اللي انت هتشوفيه بالظبط. طبعا الكريم جانتي كلنا بنعمله وسهل جدا، مفهوش اي يعني اي افتكاسات، كله سهل جدا. طبعا خلاص بقى خلصت، فضلت اضرب فيه لغاية القوام بتاعه ما اتمسك جدا زي ما انت شايفة. هبدأ بقى اجيب الجيلي بتاعي بعد ما برد خالص، اوعي تعمليه هو سخن عشان ما يفصلش طبقة الكريم جانتي بتاعتك، لازم يكون برد معاكي. طبعا هنزله بقى، طبعا مش عارفة اقولك الدنيا اتبهدلت بس مش مشكلة، ده هي يعني عادي هتتمسح هتبقى زي الفل. انا كنت عايزة اوريلك المقطع ده عشان اشوفه تشوفوا انا بقلبه.
طبعا حطيت بقى الكمية كلها، انا ظابطه المقدار زي ما قلتلك. هقلب بقى كل الكمية واحاول افصل عشان الم الحروف بتاعتي عشان اضمن ان كل الكريم جانتي دخل مع الجيلي كله. طبعا هنا حبيت اعمل درجة من الالوان الجيلي، انت ممكن تستخدمي بقى لون واحد هيبقى شكله برضو حلو. هخلص بقى الكمية زي ما انت شايفة واضرب كل الكمية كلها كويسة مع بعضها، وبعدين اروح اجيب الجيلي اللي في التلاجة. طبعا جبتوا الاثنين الشكلين اتمسكوا زي ما انت شايفه، الطبقتين شكلهم متماسكين حلوين جدا. احط بقى اخر طبقه، انا حبيت اعملها زي ما انت شايفه الوان واشكال كده، انت ممكن تستخدمي كل ده لون واحد. صبيت بقى كل الكميه كلها بتاعتي واروح ادخلها التلاجه بتاعتي لغايه ما تجمد خالص. شوفي بقى درجه الحراره عندك او درجه البروده بتاعتك حسب ما التلاجه بتاعتك ما تتلجها، يعني ممكن تاخد وقت اقل واحد وقت اكتر حسب تلاجتك حضرتك. يعني اول ما بتجمد منك خلاص هي كده بتبقى مظبوطه جدا. طبعا طلعتها زي ما انت شايفه، انا دوست على الايدي جمدت معايا. ببدا بقى افك الحروف، طبعا القالب السيليكون بيسهل عليا الشغل جدا وبيطلع معايا بكل سهوله. انت لو تستخدمي قالب زي اللي وريتهولك في اول الفيديو ممكن تدهنيه دهن الزيت عشان ينزل معاكي بكل سهوله. طبعا انا بحاول اوسع كده عشان اعرف اقلبها معايا بكل سهوله. طبعا بقى يا جماعه لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده والحلوه السريعه السهله دي، يا ريت بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد بقدمه. واتمنى منك بقى تعليق حلو ورايك في الوصفه الحلوه دي اللي ما خدتش مننا وقت ولا مجهود، وكانت احلى تحليه لعيد سعيد علينا. شكلها بجد تحفه ودرجات الالوان عامله شكل حكايه، مش هقولك الاطفال مبهورين بيها قد ايه، وطعمها تحفه. ايش بقى طبقه من الجيلي مع طبقه من الكريم جانتيه بالجيلي، حاجه كده تحلية جميلة وجديدة هتعجبك جدا، تحفة بجد. شكلها ما شاء الله تعتبر تورتة تحفة بجد، بطبقات من الجيلي والكريم جانتيه، حكاية وطعمها تحفة زي ما انت شايفة، حاجة كده وهم. وكل عام وانتم بخير، وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. اتمنى منك بقى لايك واشتراك في القناة، واكتبي لي تعليق حلو ايه رايك في الوصفة بتاعت النهاردة او الحلوة بتاعت النهاردة ما خدتش مننا اكتر من 10 دقايق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين.